مع شاهد عيان يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الفاجعة. وماكو لا زوارق إنقاذ ولا جناديات ولا أكو ناس تنقذ، وماتوا كل العوائل والأطفال. تقريباً إيش قد محملة؟ يعني أنا شفت المي هذا انترس كله بشر، محمل زيادة محمل زيادة، المي هذا كله انترس بشر. ساعة إيش قد صار؟ سنتين ونص ثلاثة هيك شيء، وبنص المي يعني بنص المي. بالنص فصلت بالرجع بالروح بالروحة فصلت من جهة وارتفعت هيك من جهة ثانية وطقت هيك وانفجرت وعبرت.